دعوت حضرتك إلى حكومة تكنوقراط وكأنك تمهد لمبادرة الرئيس سعد الحريري من دون أن تسميه. شو رأيك بالمبادرة التي طرحها الرئيس سعد الحريري وتدعو إلى تشكيل حكومة ماذا؟ أي حكومة؟ بالحقيقة هي الكلمة المهم والأفضل هي الحكي الحكومة الإنقاذية. هلأ بتكون تكنوقراط أو غيره بتصير هيدا تفصيل، أما الأساس هي حكومة إنقاذية، بمعنى أنه اليوم لبنان بحاجة لإصلاحات بدها عمل، نحن بحاجة لمواجهة مشاكل كبيرة اقتصادية مالية اجتماعية معيشية إلى جانب قضايا أخرى. اللي طبعا كورونا مش بإيد حدا، لكن هي كمان إجت حتى تزيد على الطين بلة. نحن خلينا نعتبر ونختصر كل هيدا، نحن بحاجة لحكومة فعلا استثنائية إنقاذية. بس أكثر ما منشدد إنها تكنوقراطية أو ولا تكنوسياسية أو بس. هل برأيك اليوم يعني ما بعرف إذا فيني أسألك عن حكومة الرئيس سعد الحريري أو المبادرة التي يقوم بها إنه يكون هو رئيس حكومة اختصاصيين؟ اليوم في اعتراض على هذا الموضوع من القوى المسيحية تحديدا، شو رأيك في هذا الموضوع؟ هو بعتقد الملاحظة اللي عطيت إنه كان لازم يمكن هيدي هالبرمة تصير، هالاستشارات تصير من بعد ما يصير في التكليف. بركي يوم الخميس كلفوا غير شخص مثلا. يمكن كان الأفضل بعد ما تنحط العربية الخيل وراء العربية يكون قدامها، يعني ننطر الاستشارات حتى يصير فيش تكليف، وبعدين الرئيس المكلف معه كل الوقت حتى يعمل الاستشارات اللي عم بيقوم فيها اليوم. بعتقد بتكون فاعلة أكتر. وصار في انتقاد بالحقيقة من سياسيين كتار لهيدي الحركة. طيب بموضوع تفجير الرابع من آب والتحقيقات، هل غبطة البطريرك ليس له ثقة بالقضاء اللبناني؟ 60 يوم وما اتضح أي شيء على الإطلاق ولا شيء. أنا هون ما بدي أقعد على كرسي القضاء، بدي أقعد على بدي أقعد مع الناس. هؤلاء رايح بيوتهم، هؤلاء مكوبين، هؤلاء فقدوا أعز ما عندهم، هودي معهم مصاري، هودي هاللي عايشين ناطرين كل يوم بيومه. أنا بدي أقعد هون معهم. طبعا هودي الجماعة إلهم حقوق. يا ترى إلهم حقوق تيعوضوا عليهم؟ في شركات ضمان، كيف بيحكوا معهم؟ هون بدي أوقف أنا. لذلك الكل استهجنوا هذا التأخير في القضاء، ولم نعرف السبب، ولم نعرف ليه، ولم نعرف كيف، ولم نعرف شيء إطلاقا. مش معقول بعد 70 يوم نكون بعدنا وكأنه ما صار شيء وهود الناس متركين هيك. هذا أنا عم بقول عنه. نعم. طيب شو بنعمل فيهم؟ خلينا نطلع مثلا مبارح لما صارت التفجير بطريقة جديدة، مش هيك؟ اللي نحن كمان عبرنا عن تضامننا معهم وعن الضحايا مع أهلهم، وسارعت الدولة وساعدتهم شيء اللي خليهم يشيل يشيل عنهم الهم. هود الناس اللي تاني ميل حد بيقول لهم مرحبا. كمان هيدا بتتسائلي. لا في قضاء بيهتم ولا بيحكي، ولا في دولة اهتمت، الدولة اللبنانية، ولا مسؤول نزل على الساحة شوف شو بهون هالناس. طيب هودي منهم بشر؟ هذا اللي بيعنيني بالموضوع. هل هناك محميات؟ يعني هل هناك محميات سياسية اليوم بلبنان؟ محميات؟ ايه يعني هل اليوم القضاء، عم تقول حضرتك انه ما وصل القضاء لمطرح، هل تعتقد بانه اليوم في محميات لحتى اليوم القضاء ما وصل لمطرح بالتحقيقات؟ لا انا ما عم، انا كل شيء عمل بقول نحن عمل مستغرب كيف القضاء بعد ما قال ولا كلمة على الإطلاق بهذه المواضيع. بس هذا نحن مستغربينه. وبالطبع نحن منقول إنه اليوم في كمان أجانب راحوا. والدول كلها ركضت تحط مصاري، بدها تحط مصاري. المجتمع الدولي بحق له كمان يعرف. لذلك نحن قلنا لازم القضاء اللبناني يتساعد بالقضاء الدولي
حتى نوصل. نحن قدام كارثة كبيرة، مش قدام حادث ساير، يعني مش حادث ساير نحن. نعم. الشيء اللي صار كان دمر نص بيروت. ولو طلع كله راحت المدينة كلها. نعم. مش كأنه ما في شيء، لا بلا، في شيء كتير كبير. نعم. ونحن اللي بنزعل منه كمان انه المسؤولين بالدولة ما كأنه ما في شيء، وكأنه في شيء ابدا. بيكفي تفكري كيف هلا عم بتصرفوا للحكومة. كيف تصرفوا كل هالفترة. كأنه هيدا ما انه موجودين يعني. هيدا نحن ما فينا نقبله ولا بشكل من الأشكال. بناء على ما تقوله ضبطك، هل تعتقد انه عم تقول انه ما شفنا حدا، المسؤولين منهم موجودين كانوا، والدليل كيف عم يتصرفوا بهذه الحكومة، هل ترى ضبطك بانه يمكن ان يكون الرئيس سعد الحريري شخصية انقاذية في هذه الفترة؟ ليش لا؟ بس إذا كان بالاستشارات قدموه بيكون هو الرئيس المكلف، إذا قدموا غيره واتفقوا عليه بيكون واحد تاني غيره. لكن لا يحسد اللي بده يجي على كل حال. لا يحسد. لا يحسد اللي بده يجي، لأنه أنت عصي قدام، عصي لبنان. أنت قدام زلزال، قدام زلزال قلت شيء منه بالمقدمة، هذا الزلزال بده الأشخاص كمان شكلوا على زنود إنه ينزلوا بتضحية بتفاني. بس هذا ما بتصير بس من رئيس الحكومة اللي بده يتكلف، أكان الرئيس الحريري أو غيره، إذا ما كان في تضافر قوى من قبل كل الأحزاب والتكتلات النيابية. ومع الأسف نحن عم نشوفه هلأ الإطلالات ما بتبشر كثير بالخير، أقله الإطلالات، معناتها بعدنا إلى ما بعد العهد القديم وكأنه ما في شيء. هذا اللي بخوفنا. أي إطلالات؟ الإطلالات اللي عم بيحكوا عنها بالطريقة عم بيفكروا بالحكومة، كيف بده يكون الحكومة. وكيف كان قدامنا سقطت كمان حكومة مصطفى أديب. نعم. طيب معقولة نحن اليوم إلنا سنة، هلأ إلنا سنة عمليا ما في حكم بلبنان. إجت الثورة ونزلت حكومة الحريري، وإجت كورونا، وإجت حكومة دياب، وما حدا كان قبلها، ما تقدر تمشي ولا خطوة لقدام، وشوي استقال وإجت الثاني. يعني أنا بدي أقوله باختصار، الطريقة اللي فيها الرجال السياسي عم بيتعاطوا بشأن الحكومة والواقع اللبناني، ما في ببين أي مسؤولية عن كل شيء حاصل في لبنان من دمار وخراب، والشعب المعتر اللي هو متروك هيك متروك وحده يدبر حاله بحاله، هذا منه مقبول. هذا اللي عم بقوله. لذلك اللي بده يجي بده يكون انسان، بده يشمر على سنوده، بده يضحي، بده يتحمل، بده يمشي.